Alors, le PRP, il y a enfin, l'abréviation de plasma riche en plaquettes. Donc, le plasma, le plasma, c'est le mukawin chafaf qui est le dem, qui fait les globules rouges, la partie hamra, ou fait la partie transparente, il y a le plasma. Donc, le plasma, il y a les plaquettes ou la soufaihat. La soufaihat, il y a le dor de la chalaye jidaïa. Il y a le fond de la cellule souche. La chalaye jidaïa, le blasa li injecté sur un fer, il y a le blasa li injecté sur un fer, il y a le blasa li injecté sur un fer, il y a le blasa li injecté sur le cuir chevelu, il y a un homme qui est 4 ans, il y a 4 ans, automatiquement, il y a repose. غادي تكون الخلفة دونك ديك الخلايا اللي بحال نقولوا اللي تينزجوا الشعر لا كاليتي ديالهم تتولي حسن وتيكثروا دونك هذا هو علاش تنستعملوه في الاصل وبيان سور في لا ديرماتولوجي تنستعملوه حتى بالنسبه للفيزاج بالنسبه للفيزاج حنا ديما سي لو ميم برينسيپ حيت ملي تنجيكتيو في الوجه تيحفز لينا الكولاجين الخلايا اللي عندنا في الوجه الخلايا حيت مع السن مع التلوث مع هذا ما تتبقاش خدامه مزيانه لا كاليتي ديالها تتقلل دونك اون فوا تنديرو البي ار بي دونك تتولي خدامه احسن فحال غنقولوا سافا لا راجونيغ تتردها لان ستاد اللي فحال غنقولوا باقي صغير اوتوماتيكمون الخدمه ديالها تتولي احسن ديك الشيء تعطي ليك لا تتنقص لنا من ديك التجاعيد اللي تيكونوا رقيقين دونك في لا ديرماتولوجي سورتو تنديروها بالنسبه للوجه وبالنسبه للتساقط ديال الشعر Il y a la technique pratiquement mais elle a des contre-indications parce que le plasma c'est un produit naturel c'est même fait chez Mouchkil mais tu prends le halat ben c'est pas le char tu prends ça coûte le wérati l'alopécie androgénétique les gens qui ont un تساقط في la famille اللي تقدروا يتسلعوا كاين واحد العلامات اللي ملي تشوف لو باسيون على لا باسيون تعرف ان ديك النوع ديال التساقط راه هو وراثي في التساقط الوراثي تيكون ديجا الخلايا ما خدامينش الخدمه ديالهم ناقصه بزاف دونك في هذه الحاله البلازما parmi les traitements اللي براتيكمون نقول لك ضروري خصنا نديروه وعاد نعاونوا بلي تريتمون نعاونوا بلي تريتمون الاخرين دونك عندك هذا دائما بالنسبه للشعر عندنا بهذا ديك المرض ديال الثعلبه تيقولوا ليه الناس التونيا دونك هذاك الثعلبه حتى هو كما قلت لك البلازما تتحفز لينا الخلايا تنديروه سواء الثعلبه اللي تتكون في الراس ولا تتكون بارفو في الحجبان بارفو الحجبان تيطيحو كومبليتمون دونك البلازما تتعاوننا دونك هادو هما غنقول لك هما لي زانديكاسيون برينسيبال ديالها اللي غنقول لك انا البلازما ضروري وتيبقى اي واحد تيقدر يديرها الا كان تساقط ديال الشعر عادي فهمتي تنقدروا نعاونوا بها ولكن غنقول لك سي با اوبليغاتوار ولكن تتقدر دير التساقط اللي تيجي مثلا من ورا عند المراه ملي تتولد تسمو لي شوت سيزونيير بحال دابا في الوقيته ديال الخريف ملي تيكون تيطيح الشعر ملي ابخي مورا الولاده في لي سيتوياسيون دو ستريس تي كل واحد تيجي ان بروبليم ولا هذا ومع لو ستريس راك عارفه سي نورمال تيبدا الشعر تيطيح دونك ديك الساعات اذا لو تريتمون ما عطاناش ان ريزولتا تنقدروا نعاونوا بدي سيونس ديال البي ار بي